دي ما بقتش عيشة. لما انت لازم تشوف لك حل. فريد أشجان. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا. ورك ايه؟ احمد ربنا. ممكن الحما تحب جوز بنتها اكتر من بنتها؟ اكتر من بنتها نفسها؟ لا، تنصفه تنصره انما تحبه اكتر من بنتها مش هاوي. طيب شوفي كده الشكوى دي. حتى حبست اكتر من دينها. أنا اتجوزت وأنا صغيرة وعندي 18 سنة، جوزي أكبر مني بعشر سنين. تمام. مش عارفة إيه، على إن ومن يومها بيعملوني على إني طفلة، وكل شوية بيهزقني وبيضربني. طب ليه؟ ولما اشتكي لأهلي رجعوني لجوزي ويقولوا لي حتى لو كسر لك ضلع خليكي مع جوزك. لا، دي ملهاش دعوة بحبك. هما كده مش عشان بيحبوا جوز بنتهم، لا، هما كده بيريحوا دماغهم وما بينصفوش بنته. في فرق بين ان انا احبه دي بقى معزيه وتعامل وردود افعال، وبين ان انا ما عندناش بنات تطلع، ما عندناش بنات تيجي غضبانه، ما عندناش بنات تسيب بيت جوزها. الجمل الشهيره اللي ما فيش تحتها اي عنوان، ما بنسمعش اصلا هو عمل معاك ايه، احنا مش سامحين ان تيجي لنا اساسا. ودي للأسف موجودة، ومش عايزة أقول طلع الظاهرة، بس في كتير من الحالات القهر اللي الستات يعني بيمارس عليها شكل من أشكال القهر أو الضرب أو البهدلة أو ضياع الحقوق، الأساس فيها مفيش حد وراها. أو تبعتي تقولي أنا محدش سندني، مش عشان هما بيكرهوها، هما ما عندهمش أوبشن إن إحنا بنتنا تطلق ولا بيحاولوا يصلحوا. فبالتالي الزوج اللي بيبقى بالشكل ده، انت اخد الفرق 10 سنين، مش مالكش الحق حتى لو الفرق 100 سنه ولا 30 سنه تمد ايدك عليها. ففكره الضرب مش عشانك صغيره، هو استحل واستباح ان هو بيمد ايده وبيهينك. للاسف البعض لما بيلاقي ما فيش ظهر من الاهل بيسنده بيتمادى وبيتجاوز. فبالتالي هو عارف ان انا زي كده ملهاش صاحب هيسأل عليها، وأنا اللي ليها، ومهما حصل هتفضل في بيتي، ولو راحت لأهلها أبوها هيجيبها. لا، الحل طبعا في الحالات اللي زي كده بقول لها شوفي دوري على سند غير الأهل. يعني إيه؟ يعني لو عم، لو خال، لو حد بينصف في ناس حكومة. لو الدنيا واصلة خلاص يعني. لا، بس هي المشكلة أنا لو وصلت الحكومة برضو في الحالة دي، هل مين اللي هيقف معايا برضو، ومين اللي هيقف في المصاريف؟ خلي بالك عشان دي نقطة جوهرية عندي. الناس تقولي أنا لا معايا أقوم محامي، ولا معايا أعمل محضر، ولا معايا الكلام ده كله، وفي نفس الوقت هتضرب من أهله ومن أهلي. فلا، هي محتاجة والله يا جماعة، أنتوا كده بترموني في النار، ولازم طب حسسون إن البني آدمة دي ليها نوع من أنواع الحقوق، يعني إن ليها أهل بيدوروا على حقها، إن ما بنسمح لهاش. ففكرة الوقوف الظهر، لو لقى الأب والأم بندور على خال، بندور على عم، بندور على حد حكيم في العيلة يدخل، بندور على حد من أهله هو بتدوري، إنما ما بتستسلميش إن أنا ساكتة والله هعمل إيه. والنقطة التانية والجوهرية، طب هو بيمد إيده ليه؟ خلي بالك مفيش راجل أو ست بيبقوا حابين إن الحياة تبقى جحيم. في لازم عنوان ولو صغير خالص الدنيا ماشية أو راحة في الاتجاه ده ليه؟ يعني البيضة بيمد إيده بيضربها وبيبهدلها، هو حابب الحياة بالشكل ده؟ محدش بيحب أذية نفسه وأذية دماغه. سادي. الشخصية السادية دي مريضة بقى، إنما في ناس كتير يعني المرض النفسي إن هو متسلطن عليها وبيطلع عقده عليها، ده يعني ترفع عليه بقى قضية خلع، بس لازم يتسمع منها ومنه. عشان برضو الستات ما تاخدش عناوين كده، لان ده اللي بيحصل في جروبات، ان هي تشوف جوزي ضربني فكل الستات تقرا لا ده لازم تعملي معاه وتعملي. هو لازم يتسمع هو رايح جاي يضرب فيها ولا ايه اللي خلاه، مفيش مبرر انه يضربها. بس العنوان الاساسي حتى لو صغير طول عمره، انت اخداه كده، انت بتزعقي قصاده، جربتوا ان انت تناقشوا. ازمتي كمان في اهلها دلوقتي، هي الازمه الاساسيه الاهل، لان خلي بالك كل واحد بيبقى عارف عقبات الامر اللي عنده. ففكره ان الاهل ما بيتدخلوش، حد بيبقى اخدها عارف ان انا ابوها اصلا ولا في الدنيا، حد قال لي هي اصلا يتيمه، طب انت بتيجي على يتيمه ليه؟ يعني فكره هو مين اللي هيجي لي يا استاذه؟ طب شوف كده رقم 3. فما نتجبرش يعني، عشان اللي بيجي على الولايه ما بيكسبش.
مراتي بنت عيلة كويس وجميلة وبتعرف تضحك على أمي. أي مشكلة بينها وبيني أمي بتقف جنبها. أنا عايز شوية إنصاف يعني من الحالات القليلة اللي الراجل فيها يبقى كده. يعني إيه؟ يعني دايماً بيبقى العكس مثلاً، يعني أو واحدة تقول حماتي دايماً في صف ابنها ما بتسمعنيش، إنما هي دي ربنا يكرمها هي على طول نصف مرات ابنها. هي الست بتحاول تصلح، بدل ما نقعد نقول حماتي في صفي أو حماتها أو هي تقول ده أو عليا أو الكلام ده، نحل بإن إحنا الاثنين. ده أكثر الطرق. يعني أنا متضايق إن أمي أنا بتنصف عليا أو بتيجي في صفها أو بتجيب لها حقها، دي حاجة كويسة، خلي بالك دي إيجابية كبيرة جدا، تمام زي الفل. يعني ده حلو بالنسبة لنا دلوقتي؟ يعني ده حلو، ليه أحسن ما يبقى العكس؟ يعني إيه؟ يعني هي دلوقتي أنا مراتي زعلت ونزلنا هو الماما، هو كابن كده مش حاسس إنه أمه عندها مشكلة؟ لا ما عندهاش مشكلة، هي ماما مش عايزة تخرب البيت، ماما نيتها خير. أما يبقى كده وفي الاتجاه ده نعرف نتعامل معاه أحسن ما يبقى العكس. يعني لما تجيلي وتقولي حماتي في كل الأحوال عليا وبتظلمني وبتبهدلني وبتقسي جوزي، دي اللي بنقعد ندور لها على حلول العويصة. إنما لما تبقى الحلقة إيجابية، دي حلقة إيجابية. أنا دلوقتي حصل أخيراً جبت لك حلقة إيجابية وعدتك. بيني وبين مراتي مشكلة كبيرة جدا، ونزلنا عند مامتي وأنا كزوج أمي نصفتها عليا، وهي حست بانتشاء ان فعلا شفت حتى مامتك غلطتك. اما نطلع بيتنا بقى، بصي يا بنت الحلال هي فعلا غلطتك، بس انا زعلان من 1 2 3 والمفروض ما تعمليش كذا. بتتكلم انت معاها بقى او هي تتكلم معاك، بتاخد وتدي وخلاص. ماما لعبت الدور كتر الف خيرها اللي عليها، هي دي المفروض دور اي حما، ان كان حمات البنت او حمات الولد. يعني لو مرات ابنك او لو جوز بنتك ان انت بتصلحي، بس في نفس الوقت يا جماعه الحلقه الصغيره الاخيره الاساسيه ان بنشوف العيب في ايه، عشان ما تلاقيش كل اسبوع نزلني نفس المشكله نفس المشكله. هما بينزلوا بيها والناس تعيش 10 15 سنه بنفس المشكله، فنشوف الاساس ايه عشان نحلها صح، نصالحها ونشوف الازمه في ايه. هي المشكله دايما عند الحما او الحم، يعني ليه دايما بنشتكي من فكره انه لما مشكله عند الاهل تبقى المشكله عند الست في الاهل، يعني حماتي. انت عايز توصل ان الستات هي اساس المشاكل؟ طب سواء خلينا نبوستر. لا مش كده، في راجل اللي هو الحما بيبقى صعب برضه. حلو ان عيله مراتي تكون عيلتي جميل والعكس صحيح، بس انا بقيت بتحط في مواقف وحشه. ده بص وحشه في الموضوع ده، أنا بقيت داخل معاهم في العيلة كأني واحد منهم ومفيش حواجز بين هل ده طبيعي؟ إيه يا ابني؟ هي ابني طبيعي. طب أنت زعلان ليه؟ يعني بيقول عيلة مراتي عيلتي والعكس صحيح. بيتحط في مواقف وحشة بسبب الموضوع ده. زي إيه؟ إيه ممكن المواقف الوحشة اللي تخليك محطوط؟ يحرج، يعمل واجب جميل، يعمل أي حاجة من الحاجات دي مثلا؟ لا ده جميل كده؟ يعني مش عارفة، بس هو أنا دي مش أزمة، لأن ده طبيعي. حلو ان يبقى في حواجز، يعني ابعده حبه تزدادوا بحبه، وكل ما تبعده بقدر كافي، يعني في مسافه كده امنه، دايما نقول نبعد عنها من غير ما نكسر، يعني ما نقطع ود ولا ان احنا نتداخل، عشان ما يوصلش المرحله ان هو حاسس ان كل حاجه متشاله وكل الحجوزات متشاله. بس هي لو حصلت مش غلط، يعني انت اللي تحط الحاجز بشكل صحيح بشكل لطيف. يعني ان انا لو هو بيسأل في الاخر هل ده طبيعي؟ يعني طبيعي ان احنا نبقى حلوين، بس هو السائد ان دايما العكس. فانت لو انت واصل ان الامر ده احنا متداخلين قوي، انت كزوج حط حد بشكل لطيف من غير ما يبقى فيه عواقب سيئه. يعني ايه؟ يعني لو احنا بنروح كل يوم، لو احنا بنتكلم كل يوم، لو كل العيد انا بخف شويه من غير ما بعمل زعل، لان هو ده نهج انت انتهكته وماشيين عليه، مش فجأة هتغيره لإيه اللي جد يبقى نفسه غيرت مننا. طب هو زعلان من حاجة؟ بس انت بترتب مع مراتك ان يعني الدنيا لو كل المناسبات هي بتحضر مرة مناسبة بيك ومرة من غيرك، انت ابدأ حاول ترشد من التواجد لو ده أزيك نفسيا، لو انت حاسس نوع من أنواع الحرج، انا مش عايز اقعد طول النهار، مش عايز نبات 3-4 ايام هناك، اسيب زوجتي لو هي بتنام يومين والتالت انا امشي. يعني حاول تعملها بشكل لطيف، انما لو ده متحقق مش وحش، يعني حد يطول ده الناس بتتمنى. يا دي ما بقتش عيشة، لما انت لازم تشوف لك حل. فريد أشجان.